هعمل معاكم النهاردة فطار سهل وسريع من حبيتين بطاطس. هنعمل وجبة كده طاسة تكفي 3 4 أشخاص. ابدأوا معايا الفيديو وشوفوا الطريقة. هنعمل حاجة مختلفة وأول مرة أجربها، بس عجبني جدا طعمها، قلت أصورها لكم وكده وتشوفوها، إن شاء الله هتعجبكم وتجربوها. زي ما انتوا شفتوا كده معايا، البطاطس غسلتها وقشرتها، وبعد كده بقطعها ترنشات شيبسي. هاتي بقى بالسكينة كده قطعها ترنشات زي الشيبسي، سيم البطاطسية نصين او بالقشارة كده بيبقى فيها ناحية للشيبسي، زي كده قطعتها كلها ترنشات شيبسي شرايح كده. تمام كده قطعنا الحبيتين البطاطس شيبسي زي كده. جبت بقى الطاسة حطيت فيها زيت، سبت الزيت لما سخن ونزلت بنص الكمية كده. هحمرهم بقى زي ما انتوا شايفين معايا كده، هنحمرهم زي الشيبسي. نقلتهم على العين التانية، وعلى ما الشيبسي يتحمر جبت طاسة حطيت عليها فيها كده بصلتين خضر، هقطعهم حتت صغيرة. تقدري تستبدلي البصل، لو مش عندك بصل اخضر تستبدليه بالبصل العادي، بس البصل الاخضر بيدي لون وطعم احلى. كمان قرن فلفل برضو قطعته نصين كده وقطعته قطع صغيرة وكده. شغلت بقى النار، هنزل عليهم بمعلقتين من الزيت ورشة من الملح ورشة من الكمون، وهي دي كل حاجة هنضيفها ما عدا حاجة واحدة بس. شوية كده هنشوح دولت الأول كده وننزل بيها. خلاص كده نزلنا بقى بإيه؟ بحبيتين طماطم. حبيتين طماطم بنقطعهم ترنشات او شرايح زي كده، يعني كل بطاطسايه عليها حبايه طماطم. عاوزه تكتري اكتر من كده، كل بطاطسايه لها حبايه طماطم. تمام كده هنشوح الطماطم دي لحد ما تطرى وكده تبقى طريه. هنحط لها شويه ميه على ما تشتغل كده وتطرى، علشان انا عايزه فيها صوص خفيف كده. وبعد ما اتسبكت تسبيكه خفيفه وخدت وطريت الطماطم، نزلت عليها بالشيبس اللي انا حمرته وكده. شكله تحفة بصراحة وطعمه أحلى. جربوه وإن شاء الله يعجبكم. سلام.